يقول فضيلة الشيخ هذا السائل تجرع بعض الناس على الفتوى بغير علم وإذا أخذ الإنسان بهذه الفتوى وهي غير صحيحة فما الحاصل في ذلك الحمد لله العلماء الذين مؤهلون للفتوى معينون وكثيرون ومعروفون عند الناس أمن عنده سؤال فليتقدم إليهم ويسألهم واما من لا يعرف بعلم او لا يعرف بدين وتقوى فهذا لا يسال او يعرف انه جاهل وليس عنده علم لا يجوز سؤاله اسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون نعم